تانيه جايه اعدادها كبيره برضه جايه في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه القاهره وسيحكم الكريم علي وعلى اسري قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ واكبر معوق لحركه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من مباشر مصر. نبدأها بخبر متعلق بسيناء بالتحديد منطقة المغرة. قال بيان منسوب لوكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة إن 20 عنصرا من الجيش المصري سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم على كمين بمنطقة المغارة وسط سيناء. لفتت وكالة أعماق إلى أن عناصر ولاية سيناء استدرجوا رتلا لقوات حرس الحدود المصرية إلى كمين معد مسبقا في المنطقة، مشيرة إلى تفجير عبوات ناسفة في الرتل ومهاجمته بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. وقالت إن العملية أسفرت عن تدمير عربة من نوع همر بالإضافة لآليتين رباعيتي الدفع وإعطاب عربة همر ثانية. جاء هجوم ولاية سيناء بعد أيام من إعلان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري الأربعاء الماضي عن مقتل 27 من المسلحين على مدار الشهر والنصف الماضيين في إطار العملية التي أطلقها الجيش في سيناء مطلع فبراير الماضي. مشاهدينا الكرام، المزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي المصري. أستاذ عبد الحميد، مرحبا بك في البداية. مرحبا بكم. أستاذ عبد الحميد، كيف ترى حدوث هذه العملية في هذا التوقيت؟ عملية بهذا الحجم الكبير أعلنت عنها وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة ويعني اعترفت بتنفيذها لهذه العملية التي راح فيها أو سقط فيها 20 من الجيش المصري بين قتيل وجريح. هذه العملية في تقدير الشخصي أنها ينظر إليها في سياقات معينة. نعم. السياق الأول هو ما تورد إلينا من معلومات شخصية أن منذ أشهر نقلت الطائرات الروسية بعضا من عناصر تنظيم الدولة في الرقة إلى سيناء. السياق الآخر هو أن بنيامين نتنياهو في لقائه مع الصحفيين الأوروبيين السفراء الإسرائيليين في أمريكا اللاتينية أعلن عزمه عن تدخل إسرائيلي قريب في سيناء. وبالتالي أنا في تقديري أن هذا الأمر، أن سيناء مقبل على مرحلة جديدة ربما تكون هي بؤرة لصراع قادم من بهدف تقسيم مصر وتجزيء سيناء عن مصر وفصلها عن عمقها المصري. أنا في تقديري هذا هو السياق الأساسي لهذا الرفع، خاصة أن هناك معطيات كثيرة حدثت في الآونة الأخيرة، منها تفرد السيسي بمقاليد الأمور وتحكمه وسيطرته في القرار المصري وزيادة في هذا الأمر طبعا تبعية القرار المصري للكيان الصهيوني، خاصة بعد أنه أقال وزير الدفاع السابق صبحي ووزير الداخلية، وبالتالي أصبحت مساحة خالية له لتنفيذ مخططه. هذا المخطط ربما كان يراد له التنفيذ في وقت سابق، لكن ربما موضوع أزمة خاشقجي ربما عطلت هذا الأمر، وهو في كل في تلك الحالات هو ربما يكون هو التمهيد لتنفيذ سبقة القرن. طيب أستاذ عبد الحميد، حضرتك ذكرت مسارين مهمين في هذه العملية أو تأتيان ضمن أو في إطار هذه العملية. المسار الأول موضوع نقل عناصر من تنظيم الدولة من الرقة إلى سيناء، هذه معلومة لم يتحدث عنها أحد. نعم،
هل هي من مصادر موثوقة لديك؟ مصادر موثوقة بكل تأكيد طبعا. يعني لم أفصح عن هذه المصادر، ولكن هذه مصادر موثوقة أكدت أن طائرات روسية نقلت عناصر من تنظيم الدولة من الرقة بعد اجتياحها إلى سيناء. هذا أمر ربما يكون معلوم لدى بعض أجهزة الاستخبارات في المنطقة، وهذه العناصر نقلت بمعركة الكيان الصهيوني، وربما هي بتنسيق من الكيان الصهيوني، وبالتالي أعتقد أن هذه يعني هذه العملية من وجهة نظرك عملية نقل جنود من تنظيم الدولة الذي هو تنظيم إرهابي أمام كل الأنظمة وهي تحاربه من الأساس في سوريا وتحاربه في العراق، تنقل إلى مصر من وجهة نظرك رغما عن النظام المصري أم بتوافق مع النظام المصري؟ بكل تأكيد بتوافق مع النظام المصري وبتنسيق مباشر مع النظام المصري، خاصة أن هذه الجماعات هي جماعات تخدم الآن هذه الأنظمة في الوجود وفي البقاء. طيب أستاذ عبد الحميد، خلينا يعني حتى يعني أو واحدة في هذا الموضوع بالتحديد، لأنه موضوع حساس جدا. تمام. النظام المصري أطلق عملية وأسمها العملية الشاملة في سيناء منذ فبراير مطلع هذا العام، منذ شهر فبراير وحتى الآن نحن في شهر 12، يعني أكثر من 10 أشهر، حتى الآن ما يقارب 11 شهرا، وهي تقول بأن هناك معركة تقودها القوات المسلحة مع تنظيم الدولة أو ولاية سيناء بالتحديد في سيناء. كيف يمكن أن تسمح لمزيد من عناصر تنظيم الدولة بالوجود في سيناء وأن تنقلهم طائرة روسية ولا طائرات روسية للتواجد في سيناء؟ نعم، هذا صحيح. يعني هو سؤال ربما سؤال وجيه بكل بلا شك. في تصوري إذا نظرنا إلى طبيعة العملية التي بدأت القوات المصرية وقالت أن هدفها الأساسي هو القضاء على المسلحين، ما هي حصيلة هذه العملية؟ الحصيلة لم نسمع أنها قضت على عناصر من هذه التنظيم، باستثناء بعض منطقة مختفون قصريا يؤتى بهم إلى سيناء ثم تقتلهم وتدعي أنها قامت بقتل هؤلاء في سيناء. أما ما تم إنجازه من هذه العملية فهو طبعا الهدف الأساسي، يعني كان عنوان هذه العملية هو مواجهة تنظيم الدولة والقضاء على الجماعات المسلحة، جماعات ولاية سيناء والجماعات المسلحة في سيناء. لكن الهدف الحقيقي لهذه العملية هو تهجير أهل سيناء وإبادة أهل محاصيلهم وتهجيرهم وإبادة مزارعهم وهكذا، وهذا ما تم وهذا ما تحدث عنه كثير من المصادر. فلم تكن العملية هي العملية بهدف وجود هذه الجماعات المسلحة، ربما تكون بعض العناصر المسلحة، ربما تكون هذه العناصر تابعة للنظام لكي تقوم بهذا. أنا كما قلت لك وهذه المعلومة كما قلت لك هي ربما استحضرت بعض عناصر تنظيم الدولة لأنها تريد أن توجد المبرر للتواجد وتريد أن توجد المبرر لهذه العملية وتريد أن توجد المبرر لإخلاء منطقة يعني سيناء. حتى إيجاد المبرر يصل إلى درجة أن يتم استقدام عناصر من تنظيم الدولة من سوريا إلى مصر؟ يعني لو فكرنا أخي الكريم في ما يفكر به حاليا دول الثورات المضادة، خاصة الإمارات وخاصة السعودية وخاصة مصر وايضا في ليبيا نظام حفتر الان يستعين بهذه الجماعات من اجل ان يوجد مبرر بقاء. نعم. السيسي ايضا هو الدعم بهم في هذا النظام بشار الاسد، يعني جماعه طيب. الدوله. طيب هنا نقطه مهمه ساعود اليك فيها اذا سمحت لي استاذ عبد الحميد. نشرك معنا سياده العميد عادل الشريف الخبير العسكري. سعاده العميد اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعادة العميد، إذا نحن بصدد عملية أعلنت عنها وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، قالت بأنها أسقطت ما بين 20 عنصرا ما بين قتيل وجريح من الجيش المصري في هجوم سمي بكمين أو في كمين منطقة المغارة وسط سيناء. في أي إطار في البداية تأتي هذه العملية من الناحية العسكرية؟
والله هو الحقيقة يعني خلاص مسألة داعش يعني تم ارتضاء الطلب تماما، وهي يعني كل الإنجازات اللي حققها بشار الأسد في سوريا والحياة حطت في ليبيا واللي بتحقق للسيسي في سيناء، هو يعني كل ده الحقيقة تحضير مقابرات عالمي لهذه المجموعات بتبغض الناس في الإسلام والمسلمين، وفي نفس الوقت بتثير حفيظة الناس كلها لما يسمى الإرهاب الإسلامي، وبتمثل تكئة للأنظمة اللي عايزة تستمر وتاكل عيش على موضوع الإرهاب ده، ما تستمر زي سبيسك أو حفتر أو بشار الأسد أو الناس دي كلها، كل الناس دي شغالة النهاردة على موضوع داعش. داعش بتشتغل لصالح الطغاة ولصالح الأنظمة المتصهينة في المنطقة. يعني تقول سعادة العميد أنه النظام لا يحارب هذه الجماعات وإنما هي تخدمه ويوظفها. يعني هو في سؤال مهم جدا، يعني هل السيسي نفسه يريد وحدة الجيش المصري، يريد جيش سليم معافى؟ هو بيدمر كل شيء في البلد وأوله هيبقى الجيش، فلما يطلق هؤلاء في سيناء علشان ينالوا من المجموعات من الجيش وفي نفس الوقت يسلط الجيش عليهم تبقى عملية، يبقى دايما الجيش مبترئ وفي حالة دفاع عن النفس وفي حالة خوف ورعب من هؤلاء من هذه العناصر، وهذه العناصر مجهزة تجهيز قوي جدا. يا أخي الكريم، أنا يعني عمري ما أنسى أبدا أن عدة أخبار كانت بتأتي أن الطائرات الأمريكية ألقت بطريق الخطأ يعني معونات عبارة عن أسلحة وذخائر ويعني بطريق الخطأ تلقيها ويتم لداعش الاستيلاء عليها. في حاجة اسمها في السنين بتاعتنا ده اللي فيها يعني الصواريخ الذكية وفيها حاجة يتقال بطريق الخطأ، يعني ترمي مثلا شحنات من السيارات الجيب المجهزة واللي بطريق الخطأ. لا، حاجات الحقيقة يعني واضح جدا ان هؤلاء الناس مدعومين بشكل واضح جدا ومحضرين، وكل ما يبقى في منطقه مشتعله وفيها ثورات وفيها احرار وفيها مقاومه يتسلط عليهم الكلاب اللي اسمهم داعش دول علشان يشوهوا الجهاد في هذه المنطقه زي ما حصل في سوريا وفي ليبيا. لكن ما الذي تمثله هذه العملية التي حدثت للقوات المسلحة المصرية أن تفقد 20 عنصرا سواء بين قتيل أو جريح؟ ألا تمثل هذه ضربة كبيرة للجيش المصري، هزة للقوات المسلحة في هذه المنطقة وهي تحارب جماعة تقول بأنه ربما هناك تخادم بين الطرفين؟ لا، هي بتستفز الجيش أنه هو يستمر أكثر في عملية إخلاء سيناء وقتل المدنيين والكلام ده كله. هو استفزاز للجيش عشان يستمر في هذه العقيدة القتالية الجديدة المجرمة الحقيرة اللي عمرها أبدا ما تتناسب مع جيش مصر أبدا. يعني سعادة العميد، من خلال خبراتك في هذا المجال بالتحديد مجال العسكري والاستراتيجي، يعني الحكاية يبدو أن فيها غموض. يعني هل الجيش المصري بيحارب الجماعات الإرهابية دي في سيناء حقيقة ولا ما بيحاربهاش؟ طيب ما بيحاربهاش ليه؟ طب هو لما بيحاربهاش ليه عامل عملية اسمها العملية الشاملة في سيناء منذ فبراير وحتى الآن، وكل يوم بيانات، حتى بيانات الجيش بتتحدث عن عدد القتلى في صفوف تنظيم الدولة وصل إلى 500 حتى الآن؟ والله يعني إقامة العلاقة بين الأحداث في سيناء وبين صفقة القرن تفسر كثيرا ما ينبغي أن يقال. نعم.
وكما تفضلت النهارده الجيش، انا النهارده اعمل عمليه فيه واصيبه بالرعب وهو ينقلب على سكان سيناء، والاسم ان هو ضد الارهاب او ضد داعش. نعم. طب هات لي يا اخي واحد بس منهم يحكم محكمه عسكريه ونبتدي بقى نشوف الايديولوجيه القتاليه بتاعتهم والايديولوجيه العقيديه بتاعتهم ونتفرج. يعني هات لي واحد بس لمده 5 سنوات والنهارده حتى اليوم ما فيش واحد بيتحاكم، معناها ان العمليه زي ما حضرتك تفضلت عمليه غيبيه، انت قدام شيء وهمي، شيء محضر، عامل زي العفاريت كده، يعني ما هو شيء هلامي. وده معناها ان اول ما تجد ان الموضوع كده يعني غيبي وهلامي وبتاع، تعرف ان في مؤامره حقيره جدا بتكاد للجيش وللمصريين في سيناء. انا لا طيب سأعود اليك ربما الحديث عن للمصريين في سيناء. نعم، عن تفاصيل ما تفضلت به او ما الذي يراد الوصول اليه بعد هذه المعارك الموجودة والتي تصور بأن هناك معارك، حسب يعني ما تقول بأن هناك شيء غامض أو شيء هلامي. طيب سأعود للأستاذ عبد الحميد قطب. أستاذ عبد الحميد، هل مثل هذه العملية يحتاجها النظام لتبرير مزيد من العنف مع أهالي سيناء؟ بكل تأكيد طبعا النظام يحتاج إلى هذه العملية لكي يبرر تدخله. يعني أنا كما قلت لك في بداية حديثنا، نتنياهو بنفسه أعلن أنه يعتزم في اجتماعي مع السفراء الإسرائيليين في دول أمريكا اللاتينية وقارتي آسيا وأفريقيا أنه يعتزم التدخل في سيناء. هذا التدخل طبعا يعني بالتفكير الإسرائيلي لا يتم إلا عبر إيجاد بعض الذرائع، منها وجود بعض العمليات العسكرية. يعني طيلة الفترة منذ إنشاء تنظيم الدولة لم نسمع أي عملية تم توجيهها ضدها. يعني هنا أيضا، طيب أستاذ عبد الحميد، هنا سؤال مهم في خلينا أكمل. طب تفضل أكمل فكرة. يعني إلى الآن منذ إعلان تنظيم الدولة تأسيسه لم نسمع عن عملية تم توجيهها لسكان إسرائيل، فما المبرر الذي يجعل بنيامين نتنياهو يتدخل في سيناء؟ حتى المسلحين التابعين لولاية سيناء الموجودين في سيناء لم يطلقوا رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني. نعم. بالتالي هذا دليل واضح على أن هذا الكيان، سواء كان داعش ومن ثم داعش والكيان الصهيوني أيضا، لديهم ارتباط ولديهم تنسيق كبير بينهما. فبالتالي أعتقد أن هذه العناصر التي وجدت في سيناء والتي دعمتها قوى مثل جماعات تحلان وغيرها والنظام المصري برعاية السيسي، هذه الجماعات تريد الهدف الاساسي من وجودها في سيناء هو وجود مبرر لتدخل اسرائيلي وربما تدخل دولي قادم في سيناء من اجل تسديد صفقه القرن واقامه صفقه القرن واجلاء الفلسطينيين عن ديارهم وتسكينهم في سيناء واجلاء اهل سيناء وتسكينهم كما حدث في العريف ورفح وهكذا. نعم. وبالتالي انا اعتقد تماما يعني اخي محمد، يعني طيله فتره ما قبل السيسي لم تكن هناك اي عمليات في سيناء باستثناء بعض العمليات القليله التي من السهوله ان يتم القضاء عليها. نعم. ولكن الان نشهد عن تنظيم كبير تمدد في منطقه سيناء، تنظيم له عنف، له اعلانات، له هكذا، تنظيم يعني اصبح الان عابر للقارات موجود في سيناء ومع قوه الجيش المصري لم يستطع القضاء عليه. فبالتالي اعتقد ان هذا يعني يفسر تماما ان ما يعني خطه النظام المصري وخطه الكيان الصهيوني في اقامه ما يسمى بصفقه القرن، وايضا هناك معلومات ان هذا الامر ايضا سيتم بالتنسيق ما بين الكيان الصهيوني وما بين المملكه العربيه السعوديه. طب حتى في موضوع صفقه القرن السيسي نفسه قال لا ندري شيئا عن ما تسمى صفقه القرن هذه في مرحله متاخره. نعم، هو قال ان في البدايه مع ترامب عندما التقى بترامب انه مستعد لتنفيذ صفقه القرن وانه يعني في خدمه اوامر ترامب في تنفيذ صفقه القرن، لكن ربما يكون بسبب
معارضة داخل البيت المصري. وهذا أمر يعني أصبحت عنه بعض المصادر الكثيرة. أيضا هناك معارضة داخل الدول التي تفترض أنها تقوم برعاية هذا الأمر وتدعم هذا الأمر. أيضا معارضة كبيرة من قبل الفلسطينيين، وفي المقدمة حتى يعني لم تكن معارضة بشكل قومي حماس فقط، ولكن كانت أيضا من السلطة الفلسطينية. لأن أيا كان مهما كانت خيانات الفلسطينيين لا يمكن أبدا أن يتخلوا عن أراضيهم التي هم موجودين فيها، يعني خاصة أن هذا الوجود منصوب عليه بقرارات من الأمم المتحدة وقرارات من مجلس الأمن بأن هذه الأراضي هي من الفلسطينيين، وبالتالي لا يمكن أبدا يعني من الممكن أن تكون هناك خيانات من السلطة الفلسطينية. هناك تنسيق أمني طبعا لملاحقة الفلسطينيين، لكن لا يمكن أبدا أن يتخلوا عن أراضيهم. وبالتالي أعتقد أن كلام السيسي عن نفي هذا الأمر ربما هو يأتي في سياق أنه يحاول بقدر الإمكان كهيئة الرأي العام العربي، ثم بعد ذلك يقوم هو في يعني أعتقد أن هذه هي الخطة الأخرى في تنسيق صفقة القرض. يعني علما أن أصلا بقاء السيسي في منصبه وتجديد له فترة أخرى مرهون بأنه سينفذ صفقة القرض، وهذا يؤكد أن ما قلت له أنه ربما هناك تحركات لإيجاد بعض العناصر الإرهابية في سيناء، وبالتالي يوجد مبرر للتدخل الإسرائيلي في سيناء. يعني التدخل التعاون مع قوات السيسي لفرض ما يسمى صفقة القرن بحجة مواجهة هذه الجماعات الإرهابية. يعني لماذا تتدخل إسرائيل في سيناء؟ يعني هذا سؤال لابد أن نطرحه. هل النظام، هل الجيش المصري الذي حصل مؤخرا على أنه أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط يعني عاجز عن هل تدخل الكيان الصهيوني أستاذ عبد الحميد؟ حتى الآن لم يتدخل، أليس كذلك؟ نعم هو لم يتدخل، ولكن أنا كما قلت لك نعم بنيامين نتنياهو في آخر اجتماع قال نعم حسب بعض المصادر أعلن عن طيب إسرائيل بالتنسيق، ابقى معي بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للتدخل في سيناء. طيب ابقى معي أستاذ عبد الحميد، سأعود إليك، أعود مرة أخرى لسعادة العميد عادل الشريف. سعادة العميد، فيما يتعلق بتصريحات نتنياهو التي ذكرها الأستاذ عبد الحميد قطب بأنه يعتزم التدخل في سيناء للقضاء على ما تسمى الجماعات الإرهابية هناك، يقصد تنظيم الدولة ويقصد أو ولاية سيناء فرع تنظيم الدولة في مصر، هل هناك مبررات لتدخل دولي في سيناء حتى الآن في هذه المرحلة؟ والله هو يعني هذا تهديد بيجعل الجيش المصري نفسه يعني يريد أن يرفض هذا التهديد فينضوي أكثر تحت أجندة السيسي. يعني هو نتنياهو لن يتدخل في سيناء، لكن هو مجرد أن هو يعلن هذا الإعلان معناه حط للجيش أن هو نفذ كلام السيسي بدل ما تلاقي تدخل خارجي، نفذ واجتهد في انفاذ الكلام بتاع السيسي. الحقيقة كان في كلمة قالها الضيف الكريم نعم عبد الحميد اللي هو مسألة ان السيسي تنكر في لصفقة القرن وقال ان مفيش حاجة اسمها صفقة القرن. نعم. لا ده هو الحقيقة هو صاحب فكرة صفقة القرن وهو اللي كان بيروج ليها. نعم. فقط هو قال التصريح ده هو امتى؟ لما مسألة الاغتيال او مقتل الشهيد خاشقجي. نعم. في السفارة في القنصلية التركية السعودية في تركيا، يعني لما الموضوع بقى فجي جدا وحقير جدا والأنظمة دي كلها بقت يعني قاب قوسين او ادنى من الانسحاق تحت اقدام العالم كله والتنكر، فهو يعني لا يعني في مجموعه كلمات كده مفروض ان هو يرددها في هذا الوقت، فيقعد يقول ما فيش حاجه اسمها صفقه القرن وما فيش، لكن الان هم والعمليه بتاع سيناء ده هي في ذات السياق. الان هم يعني يقومون بعدة أعمال وعدة مواجهات، يعني سواء المقتل
مقتل الشهداء الفلسطينيين بواسطة الخائن اللي اسمه عباس في الضفة الغربية، أو كل هذه الأشياء كأن الأنظمة دهيت بتستعيد عافية الطغيان مرة أخرى، وعلشان كمان تصرف الأنظار عن موضوع خاشقجي، لأن كان في توقيت معين يمكن لحد مثلا من يومين ثلاثة تقريبا ما فيش نشرة أخبار ما بتظهرش فيها خبر متعلق بالشهيد خاشقجي. الآن هم يريدون صرف نظر الإعلام كله العالمي عن هذه الأشياء باختلاق أحداث أخرى وسياقات إخبارية جديدة تستوعب الناس لكن في المحصلة سعادة العميد ترى بأنه لا يمكن أن يتدخل الكيان الصهيوني في سيناء تحت أي مبرر؟ لا 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 لا, لا. وما الذي يجعلك مطمئنا لذلك؟ لا أصلا يعني أنا أتدخل ليه في مثل صهيوني يقول الفخار يكسر بعضه، فهو يسيب العالم دي كلها تكسر بعضها وهو يتدخل ليه ويخسر جندي ليه؟ ده هو الجندي بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا، ده يعني بيقعد يقامر ويغامر علشان يعني يوصل لأبسط الحلول لما جندي بيتاخد منه. فهو لا هو ما بالإضافة لأنه هو هيستفز، يعني هو لو تدخل هيستفز، مش استفزاز الجيش بقى لوحده، استفزاز الجيش والشعب والدنيا كلها تتقلب. فما افتكرش ابدا ان هو يقول الكلمه ده بس عشان يخلي الجيش ينضوي اكثر تحت قياده السيسي وينفذ كلامه. نعم، وصلت هذه الفكره، اشكرك شكرا جزيلا سعاده العميد عادل الشريف الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، كنت معنا ضمن هذه الحلقه من مباشر مصر. اعود اليك استاذ عبد الحميد في سؤال اخير حول يعني فكره سعاده العميد عادل بانه لا يمكن أن يتدخل الكيان الصهيوني ولا أن يكون هناك تدخل دولي، بما أنه يعني هناك عمل يجري كما يريد الكيان الصهيوني، وما أنه ربما ضغط على بقية قيادات الجيش بأن تنضوي أكثر تحت السيسي خوفا من أي تدخل خارجي. هل أيضا هذه الفكرة ربما يعني تكون من وجهة نظرك صحيح؟ والله يعني انا كما قلت لك على ضوء كلام بنيامين نتنياهو هناك مؤشرات على ان هناك ربما تدخل اسرائيلي في سيناء، خاصه ان يعني في اكثر من حديث اعلن عن عدم ثقه الكيان الصهيوني في الجيش المصري انه ينفذ ما يريده، خاصه بخصوص موضوع صفقه القرن. وبالتالي اعتقد أن التدخل الصهيوني طبعا كما قال سيادة العميد أن هناك محاذير على التدخل، ربما الكيان الصهيوني يعلم تماما أنه ربما يتكبد خسائر كثيرة وهو يعني الأرواح يعني غالية عنده، وبالتالي هو ربما يحاذر في التدخل. ولكن في تصوري أنه إذا وجد يعني نوع من الدعم الدولي لهذا التدخل الإسرائيلي فلا مانع، خاصة أن هناك يعني كما هناك مؤشرات كثيرة، يعني كان في تدخل من خلال الطيران في سيناء، تحليق طائرات إسرائيلية في سيناء أكثر من مرة، وأعلن الكيان الصهيوني في وسائل الإعلام أنه قام بقصف بعض المواقع في سيناء. طبعا هذا يختلف عن التدخل البري، ولكن أعتقد أن ربما نصل في مرحلة إذا يعني إذا رفضت قطاعات في الجيش المصري تنفيذ صفقة القرن، ربما إذا حصل هذا الكيان الصهيوني على دعم دولي ربما يتدخل بريا في سيناء ويفرض صفقة ويصيب صفقة. لكن هذا الأمر يعني مرهون بمدى توفير السيسي للبيئة المناسبة. أنا كما قلنا ونعود إلى الأصل الموضوع، البيئة المناسبة تتمثل في ربما إيجاد بعض العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري، فبالتالي يحصل السيسي والكيان الصهيوني على المبرر للتدخل الإسرائيلي وتنفيذ صفقة القرن. وهذا الأمر لا يتم كما قلنا إلا بإيجاد هذه المجموعات في سيناء، وربما تدريب هذه المجموعات في سيناء من أجل أنها تقوم بهذه العمليات
حتى يظهر أن هذا التدخل الإسرائيلي جاء لإنقاذ الجيش المصري ومحاربة هذه الجماعات ولمنع إقامة كما قال بنيامين نتنياهو بنفس اللفظ ولمنع إقامة دولة إسلامية كما يدعي التنظيم في سيناء. نعم وصلت هذه الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الحميد قطب الكاتب الصحفي. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل، ابقوا معنا. مسيرة ثانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من البشر كده في الاتجاه برضه وسيحكم التاريخ علي وعلى أسري. قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح او هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ شتان واكبر معوق لحركة الف ايش بحنا وثلاثة سبعة الف قتل ايش دولة حقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من مباشر مصر. تداول مغردون مصريون تقارير صحفية تفيد أن الأمن المصري حذر تجار معدات السلامة من بيع السترات الصفراء من دون ترخيص، كما أعلن نشطاء وحقوقيون مصريون القبض على محام بعد كتابته نصا على فيسبوك يسخر فيه من أنباء تحدثت عن منع أصحاب المتاجر من بيع السترات الصفراء للمواطنين خوفا من اندلاع مظاهرات مشابهة لتلك التي تشهدها فرنسا. ألقي القبض على المحامي الحقوقي محمد رمضان أثناء سيره في أحد شوارع مدينة الأسكندرية، وتقول السلطات إنها عثرت على 5 سترات صفراء بحوزته، وذلك وفقا لمحامي رمضان. وبحسب المحامي أيضا عبد الرحمن الجهري فإن رمضان يواجه اتهامات من بينها التحريض على التظاهر وتكدير السلم العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ سيد حماد الناشط العمالي والسياسي. أستاذ سيد مرحبا بك معنا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ سيد. عندما حدثت الاحتجاجات في بدايتها في فرنسا كان هناك تناول إعلامي كبير من إعلام النظام لهذه الاحتجاجات، وكل بأسلوبه ولكن ربما الطريقة واحدة والهدف واحد، هو تجريم هذه التظاهرات من ناحية، من ناحية التخفيف من فعل الحكومة الفرنسية سواء استخدمت العنف أو غير ذلك، ربما لتوجس وتخوف من انتقال هذه العملية الاحتجاجية إلى مصر بشكل أو بآخر. هل ترى بأنه هل ده ممكن؟ هل في ظل الأوضاع الموجودة الحالية الآن هل ممكن أن ينتقل ده إلى مصر؟ على الأقل على المستوى العمالي هل ده وارد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول لحضرتك أن في مقولة شهيرة تقول المستحيل ممكن، بتدل على أشياء ما كناش نظن أن هي يعني هتتعمل، ويمكن سقوط مبارك كان بالنسبة لنا مفاجأة وسقوط بن علي، والنهاردة ذكرى ثورة تونس بنحيي ثوار تونس و يعني وبنعيد عليهم ويعني وربنا يكمل صورتهم على خير، فهم افضل حالا في الربيع العربي يعني من باقي الدول العربيه. المستحيل ممكن بيدينا امل ان العمال في مصر والطلبه والمحامين والاطباء وكل الشرائح المصريه قادرون على يعني عودة الميزان إلى أصله واستعادة ثورة 25 يناير وذكراها القريبة. احنا بنقول لهم مش لازم نستنى اليوم 25، الوقت اللي مش في صالحنا، الوقت اللي بيمر ده مش في صالحنا. هل ممكن ان هم يتعدوا؟ هم عندهم أسباب كتير قوي 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 لكي يثوروا. يعني سبب الثورة في فرنسا حالياً 23% زيادة في السنة في الضرائب. نعم. بعض السنتات في المحروقات، وإحنا عندنا أضعاف الأرقام دي زادت في السولار وفي البنزين وفي المحروقات أيضا.
فانت عندك السبب ان انت تثور، ما عندكش الآلية التنظيمية مثلا انتخابات ديمقراطية توصل بها للحكم، ما عندكش حرية تنظيم نقابة مستقلة. فانت كشاب مصري او كعامل مصري الحد الادنى للاجور ثابت من 2011 عند 1200، والدولار تم تحرير الصرف فاصبح يتضاعف ويزيد، فبالتالي الاسعار زادت وانت محلك سر. فانت عندك الاسباب، الشعب المصري عنده الأسباب الكثيرة لكي يثور كما ثار الشعب الفرنسي. طيب تحدثنا عن العمال بالتحديد أستاذ السيد، وبالتحديد في مصر، هل كان هناك أي حركات عمالية أتت بنتائج، احتجوا مثلا على سبيل المثال على شيء معين حدث واحتجوا وعملوا إضراب فكان لده نتيجة، أم إنه الحركة العمالية ليس لها التأثير الكبير على الأنظمة المتعاقبة في مصر وحتى الآن؟ لو إحنا نتذكر حضرتك إنشاء 6 إبريل في المحلة كانت مع انتفاضة للعمال في مصانع غزل المحلة، أتت بسقوط مبارك فيما بعد ذلك. لو إحنا تحدثنا عن آخر حاجة إحنا اتكلمنا عنها وهو مصنع يونيون إير، اللي هو العمالة فيه إلى حد ما مرفهة عن العمالة العادية الموجودة، لأنهم يعملون في التكييف والغسالات والثلاجات في حاجة لها أرباح عالية، فمرتباتهم إلى حد ما معقولة. فبعد ما بدأوا إن هم يعتصموا في المصنع كتبوا شروطهم لصاحب العمل، واستجاب صاحب العمل بعد فترة لمطالبهم. إذن يعني الإضراب اللي هو مشروع الإضراب السلمي منصوص عليه في الدستور، ده موجود من ضمن مواد الدستور، ولما بيستخدمه العامل بيوصل للغرض بتاعه، وهو ان هو ياخد حقوقه. يعني احنا حضرتك لو جينا نعمل مقارنة ما بين دستور 2012 و2014، ف 2012 حضرتك كان اول حق من حقوق العمال كان اللي هو العامل ياخد حق العمالة في الأجور العادلة، ان هو ياخد اجر على قد الجهد اللي هو بيتعب فيه. اذا كان هو شغال في مصنع مثلا لحام زي ما احنا بنشوف على الشاشة، اذا كان هو شغال في الصحراء في الجبل في محاجر، كل عمل وله آلية وله راتب معين، فياخد ما يضاهي التعب بتاعه. فدي اول مادة في الدستور. نيجي نتنقل قصادها ل 2014 في الدستور الجديد، فأول برضو الحق من حقوق العمال، أو هي نظيرة المادة دي، إنه عنده حد أدنى 1200 ما تحركش، رغم إن إحنا عدى على 2011 و2012 بقينا في 2018 وداخلين على 2019، يعني حوالي 7 سنوات. طيب أنت ثابت في الحد الأدنى وعمال بترفع في الأسعار، عمال تحتكر التجارة بتاعة القطاع الخاص وتبيع سمك وتبيع لبن وتبيع أدوية ويعني كل مجالات الحياة، وتزيد في البطالة وبتغلق المصانع الحكومية. كل ده بيأثر على العمالة المصرية، ودافع من دوافع عودة ثورة 25 يناير. إلى أي مدى النظام يتخوف من الحركات العمالية بالتحديد؟ يعني كثير هناك حركات شبابية تخرج، هناك حركات منوعة الناس كلها تخرج فيها، لكن الحركة العمالية بالتحديد على سبيل المثال إضراب العمال ليس في الشركات الخاصة فقط بل في الشركات الحكومية بكل تنوعاتها، إلى أي مدى النظام يخاف من أي تحرك عمالي بالتحديد؟
حضرتك دليل على انه يخاف شدة الخوف يعني ان هو بدأ يمسك المصانع بتاعت قطاع الاعمال الكبرى ذات الكثافة العمالية ويبدأ يخصخصها واللي هيشتريها هيبدأ يخف من العمالة ومش هتبقى العمالة ضغطها هيبقى عليه هو هيبقى على اصحاب المصانع لكن هو دلوقتي قطاع عام لما جينا شفنا شركة القومية فيها كثافة عمالية راح ايه مصفيها الحديد والصلب بيعمل على تصفيتها فهو الشركات الكبرى اللي هي ذات الكثافة العمالية هو لما التقى حضرتك عام 2011 وعام 2012 اكثر الاعوام نسبة ما بين الاعوام الاخرى في عدد الاضرابات العمالية ولما التقى عمال غزل المحلة ربنا يبارك فيهم قعدوا حوالي اكتر من 15 يوم مضروبين وده يعني عمالة كبيرة وانشأها طلعت حرب حاجة قديمة جدا وليها تاريخ عريق طبعا جمال عبد الناصر يعني امم شركات طلعت حرب كلها وخلاها تبع القطاع العام الان السيسي بيبيع في شركات القطاع العام بخصخصة وبيدعي ان هو ماشي على خطة جمال عبد الناصر طيب احنا دلوقتي بيخاف ولا ما بيخافش بيحجم العمال من واحد عمل نقابات مستقلة بيحجمهم يروح المجموعة من حق كل العمال ان هم يجمعوا كل مجموعة تجمع نفسها وتروح تعمل نقابة مستقلة في وزارة القوى العاملة تقدم نعم. فبيخلي الموظفين يرفضوا يستلموا الورق الاعتماد بتاع النقابة المستقلة يبقى هو حجمهم من ناحية النقابات حل بيع الشركات الكبرى حجمهم من ناحية دي صلة الأمن المركزي أي تجمع كبير يحدث أروح على طول حاوط المتظاهرين يعني يمكن للعمال أن يكونوا مؤثرين في المشهد بشكل كبير أستاذ السيد طبعا العمال حضرتك حجر الزاوية في الحراك الثوري المصري على مدى التاريخ في كل الثورات ده حضرتك عدد العمال أكثر من 40 مليون احنا عندنا يعني مصر عدت 100 مليون فأنت يعني لما عملت ثورة يناير نزل مثلا مليون واحد فقلبوا نظام يعني حلوا نظام فانت عندك 40 مليون كل يوم ينزل ناس في الشارع هو نفسه بيقفل شركات كل ما يحتكر سلعة من السلع بيقفل مصنع من مصانع القطاع الخاص واحكي يعني لحضرتك بعد الانقلاب العسكري كان احدى الشركات بيبيع للمدارس بيورد للمدارس بسكوت وبيورد وجبات غذائية شيبسي يعني. وخد منهم استولى عليهم وقال لهم اشتروا مني طبعا العمالة كده هنا هم هيبيعوا للجيش بأقل بخمسة أقل مبلغ حوالي 5 جنيه في السلعة فبدأ ان هو يحجم الأرباح بتاع المصنع ده فالمصنع هيخف العمالة فهيزيد البطالة فهو نفسه بيعمل على زيادة البطالة في الشارع فالعمالة لما بتستد في يعني الطريق قدامها ما قداموش ان هو انه غير انه يصوت لان مطلوب منه اسرة ومطلوب منه فواتير مرافق في البيت بتزيد كل يوم عن يوم فهو ما فيش قدامه حل ان عاجلا او اجلا الا ان يصوت طب كيف رأيت قرار الحكومة بمنع تجار معدات السلامة من بيع السترات الصفراء هو حضرتك في استجابة طبعا من المحل لان المحل بيبقى مركز ثابت في مكانه يعني لو باع هيفضل المحل مش هيتنقل فالبوليس هيجي هيلاقيه هيشمع له المكان فبيلتزم وان كان عنده بقى بضاعة يبقى كده يعني كده يا اما هيقفل بضاعته وهتبوط يعني خدت بال حضرتك ولكن احنا هنا ما عندناش ديمقراطيه في الدوله عشان الناس ما عندهاش رفاهيه ان هي تمشي بسطره وتمشي مثلا من محافظه لمحافظه
أو يوصل لميدان زي ميدان التحرير بالسترة الصفراء يكشف عن هويته. نعم. أو إن هو هيشيله ويخبيه، ما تتخباش دي حاجة ما تتخباش. فهم يوم هيصوروا مرة واحدة بملابسهم العادية، ما يعني ممكن خلال صلاة جمعة تخرج الناس من المساجد. لكن استنساخ الفكرة نفسها بالتحديد يعني غير وارد بشكل كبير، صعب في مصر. يعني أنا أعتقد إن الفكرة عشان حتى تتعمل في دولة عربية صعب. يمكن ظهرت في تونس، ولكن في مصر الأمن متجبر على الناس، وأعتقد إن هم صعب إن هم ينسخوا نفس الفكرة. بل حتى فكرة الخروج من المساجد بعد صلاة الجمعة يعني من داخلهم خايفين، لأن عارفين إن التاني مستنيهم في التوقيت ده. أعتقد إن الأمن برضو تعب زي ما الناس تعبت. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. لازم يعني الناس تحاول، ومع المحاولة أكيد القيد هينفك يعني. طيب، هناك أنباء أستاذ السيد تتحدث عن نية البرلمان سن تشريعات تمنع وقوع أي تظاهرات للعمال. هل ده يعني بأنه هناك الدولة تلمس تحركات أو تلمس غضب يمكن أن يتحول إلى تحرك قوي وكاسح؟ حضرتك، في ناس منتفعة من الانقلاب العسكري وسندته بكل قوة وبمادياته، زي فرج عامر وزي محمد فريد خميس. وفرج عامر ده موجود في مجلس الشعب ويرقص لجنة اللي هي لجنة الرياضة، فهو بيعمل حاليا بيطالب بتعديل قوانين العمل اللي هي يعني بتعطي الحقية للعمال في الإضراب والتظاهر، وفي نفس الوقت الفصل بيعاوز يعدل الموضوع، يعني ان العامل لو اتفصل ما يشتكيش صاحب العمل والكلام ده، يعدل في القانون. فهو بيعمل لمصلحته عشان خاطر يهدد العمال. فطبعا مجلس الشعب يعني جاي بالاختيار الأمني، مفيش حد انتخبه الشعب، كلهم غير منتخبين جايين يعتبروا بالتعيين. فالنظام بيشجع حاجة زي كده، مجلس الشعب وكأنه يعني غير موجود، بتجيله الورقة بالقوانين، قرر القوانين دي، وافق على بيع الجزر، يوافق، وافق على أي حاجة بيوافق، ما فيش حاجة بتقف. فطبعا الناس اللي هي نفسهم في حتة من الكيكة اللي هم رجال الأعمال المستفيدين من النظام، طبعا عاوز برضو يحجم دور العمال، فممكن حيوافق على التعديلات. ننتظر رد الفعل بقى من العمال. يعني انت لن يحك ظهرك إلا ظفرك، يعني انت لازم انت بنفسك كعامل تتحرك، لازم انت تطالب. الأسعار بتزيد كل يوم عن يوم وانت مرتبك ثابت زي ما هو، فلازم تتحرك يعني هل العمال لا يرون الوقت التظاهرات في فرنسا وبلجيكا وهولندا وكل اللي بيحصل في طب هو العامل هيقول لك هتحرك ليه؟ يعني انا عارف ان الوضع صعب، لكن ممكن لو اتحركت افقد وظيفتي وبالتالي الوضع هيبقى اصعب. يعني ممكن الناس تقول كده. حضرتك، في حركه عن حركه بتفرق. لو الحركه انفراديه العامل هينفصل، لكن لو جيت في ميدان عام وفي مثلا 1000 متظاهر او المصنع كله تظاهر، مش هيتم فصلهم زي ما احنا اتكلمنا في السابق عن بعض المصانع اللي تظاهرت. انما لو واحد لوحده خرج ولا 10 عدد قليل هيتم اضطهادهم. لكن في الهيصة يعني زي ما يكون مثلا طائفة من الناس معديين قتلوا واحد، تفرج دمه بين القبائل، مفيش حد عارف مين اللي قتله. فنفس الشيء انت معاك الناس كلها متظاهرين، هل هترفضهم كلهم؟ لا، لازم يتحركوا، لازم يتشجعوا عشان خاطر يعيشوا سنتين زي السنتين اللي هم عاشوهم، يعني يسترجعوا الحرية تاني. لان احنا مرينا بعامين افضل يعني عامين مروا في تاريخ مصر، من حيث الحرية، من حيث الامان، حيث ان العامل كان بيطالب حقوقه، بيروح يكتب هو عايز ايه في الدستور، بيشارك في الدستور. يعني حاليا دلوقتي حضرتك في حزب اسمه حزب المحافظين،
النظام عايز يعدل الدستور عشان يحجم يعدل مواد الدستور الخاصة بالعمال عشان يحجم العمال اكتر، فهو بقى طبعا بيطبل، فعمل اعلان عنده على صفحة الاتحاد العام لعمال مصر يقول لك تعالوا شاركوا في تعديل الدستور ومش عارف ايه. اصلا لو عامل راح لغاية هناك انت رايح فين يعني عشان تدخل مجلس الشعب؟ تقبر عليك يعني عمال طبعا يخافوا ان هم يتمشوا لغايه هناك ويشاركوا في الدستور. لكن الا يوجد من يمثل العمال في مصر تمثيل حقيقي؟ يوجد معينين زيهم زي بتوع مجلس الشعب، يعني احنا لو اتكلمنا مثلا على رئيس الاتحاد المصري للعمال جبالي المراغي من ايام مبارك، والاتحاد نفسه حضرتك اتعين فيه اتنين بس، الاول الحاج سيد رشاد اللي كان يقعد في عيد العمال صوته محشرج ويقعد يمدح في حسني مبارك واحنا تحت امرك وكلنا انا بنقل لك مبيعة العمال. نفس الشيء جه ده وقعد زي ما هو، مر عليه مبارك ومرسي والطنطاوي والسيسي وهو موجود. فيعني اي حد، لانه كله بالتعيين، حتى وقت الانتخابات لو حد من المواليين للشرعية يعني بتاعت 25 يناير أو معادي للنظام الحالي كان بيتم القبض عليه لو رشح نفسهم في انتخابات النقابات. فبالتالي ما فيش حد بيمثل عمال إلا العمال اللي بيجتهدوا على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال المحافظات، النقابات في المحافظات اللي هي صف تاني وصف تالت. أما الصف الأول اللي معروف ده مرصود، لو فتح بقه طبعا هيتم القبض عليه. وبيتم التعاطي، يعني كيف يتم التعاطي مع هؤلاء الصف التاني ولا التالت اللي بيتكلموا ونشطين على وسائل التواصل الاجتماعي؟ بيحاولوا مع الشعب المصري، بيحاولوا يأججوا الوضع، بيحاولوا ان هم يرفعوا الهمم عند الثوار، بيحاولوا يقولوا لهم ان احنا جاي علينا ثورة 25 يناير، افتكروا انتوا كنتوا ازاي كنتوا فرحانين بالثورة والعالم كله بيحتفي بكم، وازاي كنتوا بتزينوا الشوارع، ازاي احنا كنا بنرسم صورة جميلة لمصر نتباهى بها امام العالم، ازاي عمال مصر في الخارج كانوا رافعين رؤوسهم بعد ثورة 25 يناير وفرحانين. الشباب حضرتك في الفترة الحالية اللي هو كان أطفال في وقت ثورة 25 يناير أصبح الوقت في العشرينات، يعني اتبصم عنده أن الثورة دي حاجة كويسة، فده ما بيهموش قيود وقادر على أن يثور في أي وقت. يعني النار تحت الرماد أستاذ سيد من وجهة نظرك فيما يتعلق بالعمال ربما بالتحديد؟ بالنسبة حضرتك يعني احنا حتى ما كملناش المقارنة، احنا حضرتك عندنا مصر كان في دستور 73 كان في وكذلك في دستور 2012 50% عمال وفلاحين و50% أعضاء مجلس الشعب اللي هو فئات. نعم تمام. جه الدستور الجديد بتاع 14 ومنع المادة دي وقال لك ايه تمثيل ملائم للعمال بدلها في نفس الايه في نفس المادة. فطبعا ايه ده كلمة فضفاضة يعني. كلمة فضفاضة، لو واحد يكون ممثل وخلاص خلص الموضوع، ولا يعني ما تغنيش من جوع يعني. هي بالنسبة للعمال ما تشبعهمش يعني. فعندنا قيادات عمالية في كل المحافظات، عندنا قلنا 40 مليون، فطبعا محتاجين حد يمثلهم داخل البرلمان وداخل النقابات وداخل الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية في كل القطاعات. فانت حضرتك لما تيجي انت تقفل عليه باب زي ده، احنا بالنسبة لنا في مصر عضو مجلس الشعب خدمي، والعامل الفقير الغلبان لما يتواصل مع عضو مجلس الشعب مين اللي هيتواصل معاه؟ اللواء ولا الدكتور ولا المهندس ولا العامل اللي زيه اللي طالع من يعني من نفس المهنة بتاعته ومن نفس البيئة بتاعته؟ هو ده اللي هيحس بيه وهيطالب ان هو ان زمايله العمال ياخدوا اجر يكفيهم
مش هيوافق على حاجة تضغط الدخل بتاعهم. نعم، وصلت هذه الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ السيد حماد الناشط العمالي والسياسي، كنت معنا ضمن هذه الفقرة من مباشر مصر. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل معا، ابقوا معنا. مسيرة تانية جاية أعدادها كبيرة برضه جاية في على مرمى من المشرق كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التعليم علي وعلى أهلي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ وأكبر معوق لحركة ألف إشباح 237 ألف قتل مش دولة حقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من مباشر مصر، وإلى فقرة الأخبار، حيث أشاد السيسي بالمستشار النمساوي سباستيان كورتز في أول زيارة رسمية للسيسي إلى العاصمة النمساوية فيينا. قال السيسي عبر حسابه الشخصي بتويتر: سعادتي بالغة بزيارة دولة النمسا التي تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلا. أضاف السيسي: أتقدم بالشكر للمستشار النمساوي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأثق بقدراته كشاب سياسي واعد في العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا. قام وفد اقتصادي إسرائيلي رفيع المستوى بزيارة مصر للمشاركة في اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقالت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر: شملت الزيارة لقاءات رسمية بين كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية ومن الوفد الإسرائيلي غابي بار نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، وأميرة أورون المسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية التابعة للكيان الصهيوني، مع حضور الملحق التجاري بسفارة الكيان الصهيوني في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأمريكية في القاهرة. وقد أبدأ الوفد الإسرائيلي إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري الذي عززته اتفاقية الكويز وأصبحت محركا لنمو الصادرات المصرية، ليس فقط في قطاع النسيج والملابس ولكن أيضا في العديد من القطاعات الأخرى. طبعا فيما يتعلق بهذا الأمر، هي دي المشكلة، والمشكلة من وجهة نظري تكمن في الجملة الأخيرة، بأنه ليس فقط في قطاع النسيج والملابس ولكن أيضا في العديد من القطاعات. هل هذه القطاعات هي قطاعات صناعية فرعية أم إنها قطاعات على مستوى أكبر؟ يعني لك تتخيل إن وفد اقتصادي إسرائيلي تابع للكيان الصهيوني رفيع المستوى يقوم بزيارة مصر للمشاركة في اجتماع اللجنة معرفش إيه وتبادل تجاري وتجارة وصناعة واقتصاد ما بين الكيان الصهيوني وما بين مصر، ما بين الكيان العدو الأول للشعب المصري وما بين النظام المصري. وتأتي هذه الأخبار في سياق عادي جدا، يتم تناقل هذه الأخبار في الصحف التابعة للنظام وفي الإعلام المصري، وكأنه ده أمر عادي وكأنه ده أمر لابد أنه الناس تتعود عليه. وهو ده المقصود من هذه الزيارات ومن هذه الأخبار، ليس فقط لذاتها ولكن لمقصود هو أكبر من ذلك من وجهة نظري. وكثير من التقارير تحدثت عن صفقة القرن، كثير من الأخبار ومن التقارير ومن الصور ومن الفيديوهات تؤكد العلاقة الدافئة الكبيرة المتنامية ما بين النظام
المصري وما بين نظام الكيان الصهيوني. كان زمان طبع السادات مع الكيان الصهيوني في معاهدة كامب ديفيد، ولكن الناس ثارت وكثير من السياسيين ثاروا، وكثير حتى الدول العربية ثارت على إزاي يكون هناك تطبيع مع الكيان الصهيوني اللي عمل معانا الحروب واللي قتل الجنود المصريين واللي أسر المصريين واللي اغتصب واللي عمل واللي سوى واللي أخذ الأرض واللي مغتصب أرض فلسطين حتى الآن. كيف يمكن أن يتم معاهدة مع هذا الكيان السرطاني اللي تم إيجاده في المنطقة لتفتيت المنطقة بأكملها وتمزقها والقضاء على هويتها وهو الكيان الصهيوني؟ فكان بعض السياسيين يكون لهم تعاملات مع الكيان الصهيوني على مستوى النظام، على مستوى أحزاب، على مستوى البعض، كان هناك تعامل بشكل أو بآخر مع الكيان الصهيوني، لكن لم يكن أحد يجرؤ أن هو يصرح انه عمل كذا وانه راح وانه سوى وانه وفد جي وانه وفد راح. كان ممكن الحاجات دي تحدث بشكل متخفي، ليس بهذا العلن وبهذا الشكل واستقبال وتصوير وفيديوهات والدنيا وكأنه هذا الوفد وفد جاي من الأردن ولا وفد جاي من العراق ولا وفد جاي من اليمن، دولة عربية شقيقة يعني أقصد، والوفد جاي من تونس ولا من المغرب ولا من الجزائر. لا، ده وفد جاي من الكيان الصهيوني. لابد ان يكون هنا وقفة مع هذا المعنى اللي بيعمل عليه النظام على مدار السنوات الماضية، على مدار 5 سنين يعمل عليه النظام. لماذا يريد النظام بث هذه الروح، روح القبول بالكيان الصهيوني؟ الناس في مصر لا تقبل ده، الناس في مصر لا يمكن أن تقبل هذا أبدا. لو سألت أي حد في مصر مين عدوك الأول هيقولك الكيان الصهيوني، هيقولك إسرائيل. طيب، هل المشكلة في الناس الكبيرة أو في طبقة الشباب فوق 25 أو فوق 20، أم المشكلة هنا والخطر يكمن في الصغار، الشباب الناشئ اللي لسه محضرش مثلا الحروب أو محضرش الجو بتاع معاداة الكيان الصهيوني لدى الشارع المصري ولدى المصري ولدى الإعلام اللي كان لا يمكن أيضا أن هو يروج بهذه الطريقة البجحة لهذه التعاملات وهذه العلاقة بين الكيان الصهيوني والنظام المصري. فهو الخوف على النشأ الصغير، النشأ ده لازم يعرف ولازم يفهم ولازم يتثقف ويعي ما يحدث، ويعي انه الكيان الصهيوني هو ده العدو الأول لمصر، هو العدو الأول لفلسطين، هو العدو الأول اللي احتل ودنس المقدسات، مقدسات المسلمين، ليس مقدسات الفلسطينيين ولا المصريين ولا السوريين ولا اللبنانيين ولا الأردنيين، هي مقدسات المسلمين، مقدسات العالم الإسلامي. لابد يعي هذا النشأ بأهمية هذه القضية، إن هناك احتلال يدنس المقدسات ويحتل الأرض ويغتصب ويفرض حصار على قطاع غزة، جيراننا، جيران المصريين، يفرض عليهم حصار خانق لمدة الآن 12 سنة حصار. الناس لا تجد ما تأكل، لا تجد ما تشرب، لا تجد كهرباء، لا تجد غاز، لا تجد ماء. فلابد أن النشأ الصغير ده يعرف الحقيقة، لا ينجر وراء الإعلام الآن ولا النظام الآن اللي بيروج للكيان الصهيوني على أنه صديق، ويكون في وفود تجارية وفود اقتصادية ووفود ثقافية والأمور تمشي وكأن ده أمر عادي. لا، هذا أمر ليس عاديا، لازم الشباب الصغير يعرف كده ولازم النشأ الصغير يعرف كده. العدو الصهيوني هو العدو الأول، الكيان الصهيوني هو العدو الأول للشعب المصري. لابد أن نوعي الناس، نوعي الشباب، نوعي الناس الصغيرة
والجيل الناشئ بده. ده دور المعلم انه يوعي، دور المعلم انه يوعي، دور الامام في المسجد انه يوعي الشباب انه في عدو، لابد ان احنا نتخذ عدو، ما نعملش معه علاقات ونداهن ونديله حتة من سينا ولا نديله حتة مش عارف من اين، ونقيم معه علاقات السلام وهو بيغتصب أرض هي أرضي في النهاية، أرض مسلمة، أرض للأخويا المسلم اللي في فلسطين ده اللي مقهور واللي متاخد حقه واللي بيناضل عشان يرجع حقه. إحنا بدل ما نناضل جنبه ونقف جنبه، لا، نعمل علاقات مع عدوه وعدوي أنا كمان اللي قتل مني جنود المصريين الأطهار اللي اتقتلوا على يد الصهاينة. القضية دي لابد أنه يعني من وجهة نظر القضية مهمة جدا ويجب العمل عليها لتوعية الشباب. طيب ننتقل للخبر الذي يلي. استقبل محمود توفيق وزير الداخلية أنطونيو فيتورين مدير عام المنظمة الدولية للهجرة الذي يقوم حاليا بزيارة للبلاد على رأس وفد من معاونيه، وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الداخلية وأجهزة المنظمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. من جانبي أعرب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة عن تقديره لمصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن تجربتها تعد نموذجا فريدا يجب أن يحتذى به في دول المنطقة. أبدى رغبته في توضيد التعاون الثنائي في هذا المجال، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في هذا المجال، مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية اللي اتكلم عنه طبعا السيسي في النمسا بشكل كبير، واللي حاول انه يسوق نفسه ويروج لمكانته من خلال مكافحة الهجرة غير الشرعية وخوف النمساويين بهذا الأمر. طبعا يضاف لي الأمر الثابت في هذا المجال وهو مكافحة الإرهاب. طيب، أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام حبس 5 متهمين بينهم مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة للكهرباء ومدير الإدارة العامة لإيرادات الشيخ زايد بشركة ذاتها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بتلقي رشوة من مقاول نظير التغاضي عن مخالفات بناء بعقارين. أفادت التحقيقات بإشراف المستشار محمد حسن المحامي العام لنيابات العمرانية أن الواقعة أكدتها تحريات الرقابة الإدارية ومفادها طلب وأخذ المتهمين الأول محمد هو مساعد محمد ألف مساعد رئيس حي العمرانية رشوة بواسطة من أو بواسطة من سائقي إبراهيم عين من أحمد عين مقاول ومالك عقارين بنطاق حي العمرانية نظير التغاضي عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفات بالعقارين. أوضحت التحقيقات التي بشرها فريق من نيابة العمرانية برئاسة المستشار إبراهيم خلف أن المتهم صبحي فني بالإدارة العامة لشبكات الهرم حصل على رشوة بواسطة المتهم هشام مدير الإدارة العامة لإيرادات الشيخ زايد من المتهم أحمد عين مالك العقارين نظير إنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي للعقارين. طبعا مشكلة الرشاوى مشكلة عويصة بشكل كبير، وهي في الآخر نوع من أنواع الفساد، فساد المالي والفساد الأخلاقي اللي موجود في مصر، وهو جزء لا يتجزأ من فساد المنظومة بأكملها. لو المنظومة هي منظومة تعمل في جو صادق، في جو خالي من الفساد، في جو حقيقي للعمل، سينعكس ذلك على بقية المؤسسات
التي هي دون المؤسسة الكبرى، ولكن بما أن الفساد في الأعلى فالفساد ينخر في الأسفل، فالفساد ينتقل من الطبقات الكبرى للطبقات الصغرى وإلى آخره. مشكلة الرشوة هي مشكلة فساد مالي وأخلاقي متجذرة للأسف في مصر، وتحت طبعا كتير منها تحت دعاوى القهوة بتاعتي والشاي بتاعي والدخان بتاعي. طبعا هذه جملة أو جمل، عدة جمل مشهورة في مصر للأسف تعبر عن زي ما قلت والفساد. هناك كلام كثير يمكن أن يقال في ذلك، ولكن حتى لا يتم التجريح بأحد، ولكن من يفعل ذلك هو متدني خلقيا ومتدني دينيا للأسف، لأنه هذا مال حرام من ناحية، ومن ناحية أخرى ظلم للآخر، فهذا بيكون فيه تدني أخلاقي وتدني ديني. طب ننتقل للتغريدات ونختم بها. أحمد دكروري أول تقرير معانا يقول: لماذا تبقى مصر أسيرة العسكر لعشرات السنوات ولديها من الكفاءات المدنية من يستطيع أن يحكم العالم ويقدم للأمم المثل في التقدم والنجاح، بدلا من الفشل الذي يجتاح أرض العزة ومقبرة الغزاة؟ كفاية ارحل يا سيسي هاشتاج. ننتقل للتغريدة التي تليها. مواطن من بلاد الملك مينا: كفاية ارحل يا سيسي، أيضا نفس الهاشتاج أو نفس الوسم. رواندا عانت حرب أهلية طاحنة سبقت مصر في التنمية، يعني يقول إن رواندا عانت حرب أهلية ولكنها سبقت مصر في التنمية. تغريدة أخرى: حفيدة عائشة تقول: مصر في ظل انقلابك من أسوأ لأسوأ، كفاية ارحل يا سيسي. التغريدة الأخيرة معانا وائل سمير يقول: في مصر فقط كل الطرق مؤدية إلى السجن، كفاية ارحل يا سيسي. نختم بهذه التغريدة مشاهدينا الكرام، معكم هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي في أمان الله. مسيرة تانية جاية، أعدادها كثيرة برضه جاية على مرضى من البشر كده في الاتجاه برضه. وسيحكم التاريخ علي وعلى أسامي، قرر الرئيس محمد حسني مبارك. هل في واحد مصيب بجرح؟ أو هل في واحد مصيب بطعم خلاص من عندنا؟ كان وأكبر معوق لحركة قالت إشباح 3-7 قالت قتل مش دولة حقيقية.